ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معنا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة ظهور ندى مراد برنس مصر بعد غياب، وكمان معانا احلى مفاجأة وهو عيد ميلاد بيبي مكة، وهنشوف بيبي حياة وكمان مكة بعد ما اتصالحوا اخر مرة يا ترى عملوا ايه؟ هتتفاجئوا. واخيرا هنعرف امتى سبوع بيبي اصالة. فيديو النهاردة حلو جدا، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوه للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بظهور ندى مراد برنس مصر. والحقيقة ندى ظهرت اليوم في مشهدين بس في فيديو عند برنس مصر، وده بعد غيابها لفترة بسبب الحمل. وظهرت برضو في دور واحدة من جيران العمارة واسمها أم مكة. احنا فرحنا جدا عشان شفنا ندى وبنتمنى نشوفها دايما. كوكي هنا كانت بتكلم ندى في الفيلم، لكن ندى قالت لها انا مش فاهمة منك حاجة، واحنا كمان مش بنفهم مكة زيك، بس برضو بنموت فيها. ملحوظة مهمة جدا، النهاردة عيد ميلاد بيبي مكة بنت برنس مصر، وعاوزين كلنا نقول لها كل سنة وانتي طيبة يا كوكي، وعقبال مليون سنة وتبقي احلى ممثلة على اليوتيوب. ودلوقتي تعالوا نشوف حياة ومكة وفتح الله عملوا ايه، اكيد هتتفاجئوا. والحقيقة ظهرت الاميرة فيروز وحياة وهم مستنيين الباص، وده اليوم اللي كان فيه مصالحة حياة ومكة بس الصبح، وكانوا مستنيين الباص وواقف معاهم مستر احمد وبرنس مصر. احمد سأل حياة بتحبي مكة؟ قالت له لا بحب تيتو. وهنا وصل الباص ومشرفة الباص قالت ان حياة بتحب تقعد جنب الشباك. وهنا كانت اللحظة اللي ضحكتنا جدا وضحكت برنس مصر. حياة ضربت فيروز بالقلم عشان تقوم من جنب الشباك، احمد قال دي ما عندهاش هزار. وبعد كده ظهرت الأميرة فيروز وهي قصة شعرها، ولو تفتكروا عملنا فيديو عن اللوك الجديد للأميرة فيروز. تعالوا نشوف رد فعل العيلة على اللوك الجديد ده. حودة أول ما شافها شالها على طول، والحاج صالح الجمل كان فرحان بيها وقال فيروز شبه فاتن حمامة. وغزولة قالت إن روزة شعرها حلو، فعلا زي ما قلنا روزة بقت شبه حياة خالص بعد ما قصت قصة في شعرها. تعالوا بقى نشوف احلى مفاجأة لينا ولكل الفانز، وكمان صدمة في نفس الوقت. حياة ومكة نازلين على السلم ومسكين ايد بعض ومعاهم فتح الله. اول ما شفناهم قلنا الله اكبر عليهم وفرحنا جدا، وكمان مستر احمد قال خمسة عليكم من الحسد. وده الفيديو بعد ما حياة ومكة اتصالحوا مع بعض على طول وراحوا الملاهي مع بعض وكانوا فرحانين قوي. وهنا كان في تصوير لأمنية قوة والأميرة فيروز باللوك الجديد، وأمنية قالت إنها كانت عاوزة تقص شعرها بس قالت إن القصة هتطول وتضايقها. لكن الحقيقة يا جماعة إن حودة زعق لها مرة وهي صغيرة عشان قصت شعرها، وأمنية القوة قالت إنها مش هتقدر تنسى اليوم ده أبدا. وتعالوا بقى ليوم جديد في التصوير، وقابلنا فيه أمنية القوة كانت لابسة اللبس الجديد بالتيكت بتاعه، وده لأنها كانت لسه صحية من النوم ومش مركزة. وطبعا شفنا اللبس ده في فيديو عند الأميرة فيروز، وكمان شفنا أحلى صباح باللون البينك الآية أحلى. ودلوقتي وأخيرا تعالوا نشوف ميعاد سبوع بيبي أصالة هيكون إمتى. والحقيقة مستر أحمد اليوم شاركنا في فيديو وأصالة كانت لابسة فستان السبوع، وكانت جميلة جدا ما شاء الله عليها، وقال مين مستني السبوع. ومن المفروض ان سبوع بيبي أصالة هيكون الاسبوع ده ان شاء الله. المهم يكون مستر احمد خلص المونتاج بتاعه واحنا منتظرينه بفارغ الصبر. ربنا يحفظ بيبي أصالة وكمان اخواتها. وهنا هنشوف يوميات أصالة مع اخواتها فيروز وحياة. الأميرة فيروز كانت عايزة تخلي قناة أصالة ليها هي وأصالة وكمان حياة، مش أصالة لوحدها. وهنا بقى احمد اول الفيديو اتلخبط في اسم أصالة وندلها بحياة. وبصراحة مستر احمد معذور، هم ثلاث بنات ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم ويبارك لك فيهم يا مستر. روزة وحياة كانوا فرحانين ببيبي أصالة وبيغنوا لها،
فذا قالت ان بيبي اصالة بتشوف الحاجات دلوقتي ابيض واسود، ولما تتم شهر هتشوفهم بالالوان. صالة كانت جميلة قوي ما شاء الله عليها. وكده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو ظهر اسم اصالة في الدقيقة الكام؟ شوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا معانا عشان هنعرض اسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وما تنسوش تدعمونا وتشتركوا بالقناة الجديدة فانز برنس مصر، وعاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وانتوا قدها يا أجمل جيش. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.